الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال: وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى باب المساجد. والمسجد هو اسم لمكان السجود، وهو بهذا الاعتبار لا يختص بموضع معين. وأما في الشرع فهو موضع، هو كل موضع من الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي عرف الفقهاء بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصي وخصصت للصلاة والعبادة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: قال الأمر ببناء المساجد وتنظيفها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححها إرساله، والحديث صححه العلماء. والحديث دليل على شرعية بناء المساجد في الدور، وهي الآن الأحياء السكنية، فيشرع بناء المساجد فيها ليجتمع أهل الحي كل يوم وليلة خمس مرات، فيتم في ذلك عبادة الله تبارك وتعالى وتعليم الجاهل. وأيضا الحديث دليل على وجوب تهيئة المساجد للمصلين، وذلك بتنظيفها من كل قدر يقع في أرضها أو فرشها أو حيطانها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: حكم بناء المساجد على القبور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا إذا مات، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. وهذا الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا من كبائر الذنوب، وهو من فعل شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وهو من عمل اليهود والنصارى، وهم الغلاة في أنبيائهم وصالحيهم. والبناء على القبور من وسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك قصد القبور للصلاة عندها، فإن ذلك من اتخاذها مساجد، لأن العلة في بناء المساجد عليها موجودة في الصلاة عندها، فإن ذلك ذريعة إلى نوع من الشرك بقصدها والعكوف عندها. وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم اقتضاء الصراط المستقيم. قال بعد ذلك: حكم دخول الكافر المسجد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد، إلى آخر الحديث، متفق عليه. وهذا الحديث دليل على جواز إدخال الكافر المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ربط ثمامة بن أثال في المسجد، وكان يمر به ثلاثة أيام ويقول: ما عندك يا ثمامة؟ وقيده العلماء بقيود، أي لا يكون ذلك على الإطلاق، وإنما قيدوه أن يكون ذلك لغرض نافع كسماع قرآن أو علم أو يرجى إسلامه أو يدخل للمحاكمة ونحو ذلك مما يستفاد من الأدلة. والقول الثاني للعلماء أنه لا يجوز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام. قالوا أنه يجوز، قال القول الثاني أنه يجوز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام، وهذا ما نص عليه الشافعي، وبه قال ابن حزم لقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، بناء على أن نجاسة المشرك نجاسة بدنية. والقول الأول أظهر لقوة أدلته، وهو أنه يجوز دخول الكافر لكن بقيود التي ذكرناها لغرض نافع كسماع قرآن أو علم أو يرجى إسلامه أو يدخل للمحاكمة. وأيضا هذا الحديث: إذا كان دخول الكافر المسجد مقيدا بالمصلحة أو بالحاجة، فإنه يستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يتولى الكافر تعمير المساجد أو وضع
مخططات لها، لأنه يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، ولأن الكافر لا ي... وإن... ولأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخطط المسجد أو عند تنفيذه، فقد يصممون المسجد على هيئة قريبة من هيئة الكنائس، أو يغشون في التنفيذ والبناء لأنهم أعداء لهذا الدين وأهله، ثم إن في ذلك تكثيرا لسوادهم في بلاد المسلمين. قال بعد ذلك: حكم إنشاد الشعر في المسجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: وعنه أي عن أبي هريرة أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. هذا الحديث دليل على قوة عمر رضي الله عنه في الحق وحرصه على الخير، حيث أنه أنكر على حسان إنشاد الشعر في المسجد، لكن لما قال له حسان ما قال كف عنه ولم يقل له شيئا، وهذا فيه بيان وجوب الوقوف عند الدليل وعدم تجاوزه. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: حكم نشدة الضالة في المسجد، أي ينشد الضالة في المسجد. قال: وعنه أي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. رواه مسلم. والضالة كل ما ضل وخفي وغاب. هنا هذا الحديث دليل على ان على النهي عن نشد الضالة في المسجد، وهذا الحكم عام سواء كانت حيوانا او متاعا او نقدا او غير ذلك، وان من سمع من ينشد ضالة في المسجد فليدعو عليه جهرا بقوله: لا ردها الله عليك. وهذا من باب ماذا؟ التعزير، لانه لما تساهل واتى بامر لا يناسب المسجد عوقب بان يدعى عليه بألا ترد ضالته. وقد ورد عن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، فإن خرج عند باب المسجد فنشدها جاز. قال العلماء: إذا كان خارج المسجد فلا بأس. قال بعد ذلك: حكم البيع والشراء في المسجد. وعنه أي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ورواه النسائي والترمذي وحسنه. وهذا الحديث دليل على النهي عن البيع والشراء في المسجد. وقد ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد. وهل هذا للتحريم أو للكراهة؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه للكراهة، والقول الثاني أنه للتحريم، أي أنه يحرم. والقول الأول أظهر وهو صحة البيع لأن فيه عملا بجميع الأدلة، لكن صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، ومع نقل من الإجماع إلى عدم جواز نقضه وصحة العقد لا ينافي القول بالتحريم، فقد يأتي النهي للتحريم ويكون العقد صحيحا كما في بيع التصرية. وعلى هذا فلا يصح جعل الإجماع قرينا لحمل النهي على الكراهة، لأن العلماء جمهور العلماء حملوا مسألة الشراء والبيع في المسجد حملوه على الكراهة، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد وممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال بعد ذلك: النهي عن إقامة الحد في المسجد. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا تستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. وهذا الحديث قد حسنه بعض العلماء لمجموع طرقه، والحديث دليل على النهي عن استيفاء القصاص أو تنفيذ الحدود في المسجد، وظاهر النهي أنه للتحريم. والحديث وإن كان فيه المقال المتقدم إلا أن معناه صحيح، فإن إقامة الحد في المسجد وإن كان إجزاء لحكم الله تبارك وتعالى إلا أنه يؤدي إلى تلويث المسجد، فإنه إذا ضرب الجاني أو قطعت يده أو اقتص منه لوث المسجد، ومع
مع ما فيه ذلك من اللغط ورفع الأصوات فيه، وكل ذلك غير لائق في بيت من بيوت الله وفي المساجد، لأن الله تبارك وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا الرفع يشتمل الرفع الحسي بالبناء والتطهير من الأذى والقدر وكل ما لا يليق بالمسجد، والرفع المعنوي بإقامة ذكر الله تبارك وتعالى وطاعته من الذكر والتلاوة والصلاة والابتعاد عن معصيته من اللغو وقول الزور وكل فعل يخل بتشريفها. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى جواب، قال جواز نصب الخيمة في المسجد لحاجة. وقال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. والحديث دليل على جواز نصب الخيمة في المسجد للمريض وإن كان جريحا، إذا كان هناك مصلحة، كان يكون الرجل ذا شأن فيحتاج أن يعوده الناس من قريب، أو لأنه لا سكن أو لا سكن له، أو توضع الخيمة في المسجد لقصد الاعتكاف، فكل ذلك جائز بشرط أن لا يضيق أو يضيق على المصلين، وأيضا وبشرط الصيانة والنظافة، وغالب المساجد اليوم فيها غرف صالحة للإقامة فيها فتقوم مقام الخيمة. جواز اللعب بالحراب في المسجد. قال وعنها أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه، وهذا الحديث استدلوا على جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلحق بذلك كل ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر، لأن ذلك ليس لعبا مجردا وإنما هو وسيلة لغاية سامية وهي التدريب على الشجاعة وعلى القتال، ومع ما فيه في ذلك من تأليف القلوب وبيان سماحة الإسلام. لهذا قال لما أراد عمر رضي الله عنه أن ينكر عليهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر، كما ثبت ذلك بالصحيحين. وشرط ذلك لا يكون بصفة دائمة بحيث يتخذ المسجد ملعبا، وألا يؤذي أحدا من المصلين أو الذاكرين أو حلقات العلم، وألا يكون فيه أصوات وسب وشتم. وكأن عمر رضي الله عنه بنى إنكاره هذا على الأصل من تنزيه المساجد واحترامها، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق والتشديد ينافي سماحة الإسلام ويسره، لا سيما فيما يترتب عليه مصلحة. قال بعد ذلك جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه. وقال وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدثوا عندي، متفق عليه. الحديث دليل على جواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، لأن هذه المرأة كان لها خباء في المسجد تقيم فيه وتنام، وينبغي تقييد ذلك بأمن الفتنة منها أو عليها. وفي زمان هذا لا يجوز للمرأة أن تسكن المسجد لأن الفتنة غير مأمونة، قال بعد ذلك حكم البزاق في المسجد. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. وهذا الحديث دليل على أنه يحرم على المسلم أن يبزق في المسجد استهانة بالمسجد أو بمن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك خطيئة تكتب على ابن آدم، والخطيئة هي السيئة والإثم. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد ورد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وليس معنى ذلك أن يبزق ويدفن، فإنه جعل البساق معصية، ولا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية، فإذا لا يجوز ذلك. لكن إن فعل ذلك الإنسان جعلها النبي صلى الله عليه وسلم دفنها هي كفارتها.
وقال بعد ذلك ذم التباهي بالمساجد وأنه من أشراط الساعة. قال وعنه أي عن أنس قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة للترمذي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث صحيح صححه العلماء. والحديث دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قربها، وهو دليل على تغير الأحوال من غلبة الجهل ونقص الدين وضعف الإيمان وغلبة المقاصد الدنيوية على المقاصد الأخروية. ولهذا قال أنس رضي الله عنه يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال بعد ذلك تشييد المساجد ليس من الأمور المشروعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحديث صحيح. معنى التشييد هنا طوله معناه ورفعه، شاد الحائط يشيد طلاه بالشيد وهو ما طلي به الحائط من جص ونحوه. والحديث دليل على أن تشييد المساجد وزخ رفتها ليس أمرا مشروعا وليس من القرب، لأنه قال ما أمرت، وهذا فيه إشعار بأن ذلك أمر لا يحسن ولا ينبغي، فإنه لو كان حسنا لأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشيد، لأن قلنا التشييد معناه تطويل البناء ورفعه أو طليه بالشيد وهو الجص، ومعناه أيضا فسروه بالزخرفة، معناه بالزخرفة، لهذا نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك فضل إخراج القدر من المسجد. قال وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث ممن ضعفه العلماء. والحديث دليل على فضل تنظيف المساجد وقد مر معنا، وإخراج القمامة منها، ولأنه إذا حصل الأجر لمن يخرج القذاة منه وهو شيء يسير، فالذي يكنسه ويزيل ترابه وغباره وينظفه عن الأقدار والأوساخ الكثيرة بالطريق الأولى له أجور كثيرة. وعد إخراج القذاة التي لا يؤبه لها من الأجور تعظيما لبيت الله تبارك وتعالى. كلما عظم الإنسان بيت الله تبارك وتعالى فله أجر عظيم، وكلما عظم الإنسان شعائر الله، وهذه المساجد هي من شعائر الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك حكم تحية المسجد. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. والحديث دليل على نهي داخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي ركعتين تعظيما للمسجد وإظهارا لشرف البقعة وهي تحية المسجد، لأن داخله يبتدئ بهذه الصلاة، لأن داخله الذي يدخل يبتدئ بهذه الصلاة كما يبتدئ الداخل على القوم بالتحية. وقد وردت تسميتها تحية المسجد في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعة، لكن هذا الحديث لا يصح. وجمهور العلماء على أن تحية المسجد من السنن المندوبة من المندوب إليها وليست واجبة، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، لكن هذا القول فيه نظر مع أنه قول الجمهور. فقد نقل ابن بطال عن أهل الظاهر أنهم قالوا بالوجوب، وحكى ذلك القاضي عياض عن داود وأصحابه، وقد نقل ابن عبد البر الإيجاب عن أهل الظاهر، مع أن ابن حزم صرح بخلاف ذلك، ودليلهم حديث البر فقد ورد بلفظ الأمر فليركع ركعتين، وبلفظ النهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والأمر عند الإطلاق للوجوب والنهي عند الإطلاق للتعليم. وأما الجمهور فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة، فأجابه الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا فلو قلنا بوجوب تحية المسجد للزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، كما استدلوا بحديث عبد
الله ابن بسر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، آذيت، اجلس فقد آذيت، وفي رواية وآنيت. والقول بالوجوب قول قوي، وهو الذي مشى عليه أبو عوان في مسنده حيث بوب على حديث الباب بالوجوب، ورجح هذا القول ابن دقيق العيد والصنعاني والشوكاني، وذلك لأن سبب الوجوب هو دخول المسجد، فلا معارضة بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع. وأما حديث فأجلس فقد آذيت فلا دلالة فيه صريحة على عدم الوجوب، لاحتمال أن المراد اجلس أي لا تتخطى، ولم يقصد ترك التحية لأنه صلاها في مكان آخر أو قبل الأمر بها، ونحو ذلك من الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بالحديث. لكن هنا الحديث هذا هو الخلاف الذي بين العلماء، أن القول بالوجوب هو الأقرب والله أعلم، وعموم الحديث يدل على أن الداخل يصلي ولو في وقت النهي، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وأيضا هو الرواية عن الإمام أحمد، واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم، ووجه ذلك أن